وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. قال عبد الله: كنا نغزو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وليس لنا شيء، فقلنا: ألا نستخصي، أي ألا نختصي حتى تصبح لا شهوة لنا. فقال النبي صلى الله، فنهانا النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، ثم رخص لنا أن ننكح المرأة بالثوب، ثم قرأ علينا: يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. فدل ذلك على أن تحريم النكاح والامتناع منه على سبيل التقرب محرم. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه، والحديث المتقدم عند البخاري، وعن أنس رضي الله عنه قال: جاء ثلاثة رهط إلى بيوت النبي صلى الله عليه وسلم يسألون عن عبادته، فلما أخبروا بها كأنهم تقالوها، وقالوا: إن النبي صلى الله عليه وسلم قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، وإنا مؤاخذون بذنوبنا. فقال أحدهم: أما أنا فلا فأقوم ولا أرقد. وقال الآخر: وأما أنا فأصوم ولا أفطر. وقال الآخر: وأما أنا فلا أتزوج النساء. فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم إليهم فقال: أنتم الذين قلتم كذا وكذا، أما والله إني أصوم وأفطر وأقوم وأرقد وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. متفق عليه. إذا علمنا أيها الإخوة أن النكاح مشروع بالإجماع، وأن ترك النكاح تعبدا وتقربا إلى الله عز وجل محرم لأنه بدعة، بقي عندنا مبحث، وهو: ما حكم النكاح؟ ما حكم النكاح؟ والجواب أن حكم النكاح فيه تفصيل. فحكم النكاح واجب في حق الرجل الذي يخاف على نفسه الزنا وهو قادر على مؤونة النكاح. الرجل إذا كان يخاف على نفسه الزنا وهو قادر على مؤونة النكاح، فإنه يجب عليه أن يتزوج، لأن حفظ الفرج واجب.